مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً يمهد للفرض عقوبات على اثنين من فصائل الحشد الشعبي بتهمة تلقي التمويل والدعم من إيران. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يقول بأن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي في أبريل الماضي على ناقلة نفط سعودية تم الحصول عليه من إيران. مجلس النواب العراقي يمهل مفوضية الانتخابات 48 ساعة للتجاوب مع قراره بشأن الانتخابات. طهران تمهل باريس 60 يوماً للحصول على إعفاء لشركة توتال من العقوبات الأمريكية. اليورو يبلغ أدنى مستوى في 6 أشهر منخفضة لليوم الثالث على التوالي على وقع أزمة تشكيل الحكومة في إيطاليا. شكراً.